انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط 2023، الحدث الأبرز ضمن فعاليات أسبوع الإمارات البحري تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في مركز دبي التجاري العالمي. وقد شهد الحدث مشاركة استثنائية من قادة الصناعة والخبراء وصناع القرار، حيث تمت مناقشة واستعراض أبرز الإنجازات المستجدة في القطاع البحري. المزيد في تقرير يوسف كانو. هنا في دبي وتحت سقف واحد رأينا أكبر تجمع بحري في المنطقة عبر مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط، والذي يقام للمرة الأولى منذ عامين ضمن أسبوع الإمارات البحري. المعرض بصفته السوق الرائد في المنطقة للمشترين في القطاع البحري واللوجستي يجمع ملاك السفن وأحواضها ومشغلي الموانئ وممثلي الحكومات والمتخصصين في هذا القطاع. قدرنا في خلال هذا الحدث من استضافة أكثر من 5000 شركة بحرية مؤثرة عالمية ومحلية كمركز لصناعة القرار وتبادل الخبرات في دولة الإمارات. دولة الإمارات تعتبر من الدول المتقدمة في القطاع البحري، والتي استطاعت أن تحقق مؤشرات تنافسية عالمية. تعتبر دولة الإمارات خامس مركز بحري على مستوى العالم. ويعد المعرض منصة مهمة للقطاع البحري لتحديد أفضل الموردين من خلال تقديم أحدث التقنيات والابتكارات المعززة للكفاءة ورسم مسار مستقبلي لتطوير الأعمال لتكون أكثر استدامة. طبعا احنا ملتزمين برؤية الدولة 2050 بالعوادم الصفرية كممثلين لشركات دولية في مجال المحركات، محركات البحرية ومولدات الكهرباء. بنعرض اليوم الحلول، أحدث الحلول اللي بتقلل انبعاثات المحركات الديزل اللي هي اللي مستخدمة في القوارب والمعدات النقل البحري. احنا بننظم المعرض هنا لمواكبة الخطة اللي حطتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهي التطوير المستدام والاستراتيجي للصناعة، وايضا دخول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي داخل صناعة النقل البحري واللوجستي. وتمتلك دولة الإمارات مجموعة من الموانئ يصنف أغلبها بين أفضل 10 موانئ في العالم، تستقبل ما يزيد على 25 ألف سفينة تجارية سنويا ومناولة أكثر من 19 مليون حاوية نمطية، وتسعى إلى تعزيز قدراتها ورفع إسهام الصناعة في الناتج الإجمالي لدولة الإمارات، والذي بلغ حاليا 90 مليار درهم. إنجازات وصدارة عالمية لدولة الإمارات في المجال البحري أثمرت في استضافة مثل هذه الفعاليات البحرية، والتي تعرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا إلى جانب تبادل الخبرات مع الشركات الكبرى. لأخبار الإمارات من إمارة دبي، يوسف كانو.